أيضا في متابعة لهذا الموضوع ينضم لنا الأستاذ علي أبو لقطة، أمين عام وزارة الزراعة. أستاذ علي، مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا بك. يعني بدأ استيراد اللحوم الجورجية، ولكن الأرقام يعني ربما خيبت أمل كثير من المواطنين، وأصلا ربما أنها تؤثر على التراجع في الأسعار اللي صار مؤخرا على الأسعار اللحوم لدينا البلدي والمستورد على حد سواء. تعليقك. شكرا لك. انا مساعد امين عام، مش امين عام، وزاره الزراعه. نعم، للثروه الحيوانيه طبعا. فحياك الله واهلا وسهلا فيك. اهلا بك. استيراد الاغنام من جورجيا والكميات اللي محدوده اللي اجت، طبعا احنا الهدف هو تنويع مصادر اللحوم، كون الانتاج المحلي من هذه المواد لا تصل الى حد الاكتفاء الذاتي، فتسعى وزاره الزراعه لتامين متطلبات المواطنين من اللحوم الحمراء الخراف والعجول من خلال الاستيراد من مختلف الدول، وتسعى لتوفير مختلف الأنواع ليكون بأسعار مختلفة ويتوفر للمواطن خيارات متعددة. الآن فتح باب الاستيراد من جورجيا كان بتاريخ 24/10/2021، بعد أن قامت لجنة بتقييم الوضع الصحي الوبائي في جورجيا وتبين أن الوضع الصحي يسمح بالاستيراد، فتم فتح باب الاستيراد ومنحت الوزارة الرخص لمن تقدم أو سيتقدم للحصول على رخص استيراد، سواء كان الحيوانات حية خراف أو عجول أو لحوم اللي هي بتكون خراف مذبوحة. الرخص اللي أصدرت كميات كبيرة، ولكن كونها بداية ولعدم توفر وسائط النقل الكافية، فقد وصل يوم أمس حسب ما وردني من زميلي مساعد الأمين عام التسويق كمية 7 طن خراف، وهناك كميات تم التعاقد عليها من قبل القطاع الخاص لاستيراد 25,000 رأس حي، والكميات التي صدرت للحوم تقدر أنها 5 رخص، قيمة كل رخصة 250 طن وبقيمة 1250 طن إجمالي، ومتوقع أن يبدأ وصول مثل هذه الكميات خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة. كيف ستؤثر هذه على الأسواق؟ يعني كان في تصريحات بأنه أثرها لم يتضح بعض على الأسواق. طبعا هو 100% تنويع المصادر وتعدد الأنواع بيكون لها أثر على الأسعار وعلى المواطنين، لكن هي هذه كلحوم الأغنام الجورجية في حال صار عليها إقبال بالتأكيد راح يكون في عليها ارتفاع في الأسعار، وفي حال كان الإقبال أقل بيكون في تراجع بالأسعار. تجربتنا من خلال استيراد اللحوم من السودان عندما وصلت إلى المسلخ عمان بيعت في 7.70 دنانير، لكنها تراجعت إلى 5.5 دنانير أو إلى 6 دنانير تقريبا. فالحكم على موضوع الأسعار هو للقطاع الخاص والعرض والطلب وحجم الطلب على هذه المنتجات، ولكن يعني من المبكر أن يتم التوقع والتكهن بالسعر، خاصة أن الكمية اللي اجت كمية محدودة، وأوزان الخراف اللي وصلت يقال أنها ما بين 12 إلى 13 كيلوغرام أو أقل، فهذه لا يقاس عليها ولا يمكن تقييم السعر بناء على هذه الكمية وهذه الأوزان. نعم. طب يعني إيش الفكرة أنه صار في توجه لدى الوزارة لمنح رخص الاستيراد؟ يعني الآن الوزارة تقول بأنه نحن بصدد الاستيراد من أصلا جيبوتي وروسيا وباكستان، يعني ليش صار في الآن توجه للاستيراد؟ توجه أول شيء يعني إحنا كنا محصورين برومانيا وأسبانيا وأستراليا، هذه من ناحية. عندما تم إغلاق قناة السويس حتى القطاع الخاص حس بأنه يعني مفروض يكون في عندنا من أكثر من جهة، سواء من آسيا أو من أفريقيا، وإحنا التوجه هذا مرهون بطلبات المستوردين. أي مستورد يرغب بالاستيراد من أي دولة ندرس الطلب ضمن لجنة اسمها لجنة تحليل المخاطر، فإذا انتفى موضوع وجود أي خطورة على نقل أوبئة من هذه الدول المصدرة إلى الأردن اللي ما يتأثر المواطن الأردني وما تتأثر الأغنام والعجول الأردنية بنقل الأوبئة، يتم فتح باب الاستيراد للأردن. فأي طلب بيجينا خلال اللي بتحكي عنه هذا صار خلال العام 21، سواء كان من الباكستان أو من جيبوتي أو من جنوب أفريقيا أو من جورجيا، هذه دول تقدموا بالطلبات، وأي دولة يتقدم أي مستورد يرغب بالاستيراد منها
يتم دراسة طلب، إما أن ترفض أو يتم الموافقة مباشرة أو يتم تشكيل لجنة لتقييم الوضع إذا كان الوضع غامض في هذه الدولة. طيب يعني الآن لما تيجوا تعتمدوا، ما هي آليات الاعتماد المتبعة لدى الوزارة للاستيراد من هذه الدول؟ آلية الاعتماد، أول شيء احنا في عندنا مرجع رئيسي اللي هو منظمة الصحة الحيوانية OIE، وهي بيكون معظم الدول تنشر الوضع الصحي الوبائي فيها، وفي حال وجود أمراض مشتركة ما بين هذه الدولة المراد التصدير منها إلى الأردن يتم التقييم، والتقييم يتم على بالاعتماد على وضع البيطري، على وضع المختبرات، وضع المحاجر الصحية، ووضع المسالخ. فإذا كانت هذه الأربعة تلبي الاشتراطات الصحية للدولة الأردنية يتم فتح الاستيراد، ويتم أي دولة يتم فتح الاستيراد منها يتم اعتماد مسالخ في حال الرغبة بالاستيراد مذبوح، والمسالخ يجب أن يتوفر فيها أيضا اشتراطات، ومنها أن تكون المسالخ هذه معتمدة ومرخصة لدى الدولة نفسها، وأن تكون حاصلة على شهادة الأيزو، وأن تخضع للإشراف البيطري الحكومي في تلك الدولة. نعم، ممكن تتدخل الوزارة في تحديد السقوف السعرية لاحقا؟ أبدا، الوزارة مسؤوليتها ومهمتها هي تأمين الاحتياجات من خلال فتح باب الاستيراد، ولا علاقة لها بالأسعار. طيب عطوفتك قصة الآن يعني التأثير على مربي الماشية، هل درست هذه القضية أنه الاستيراد هذا كيف يمكن أن يؤثر على المربي الماشية في الأسواق المحلية؟ لا، لأنه أول شيء يعني مربي الماشية عندنا أعداد محدودة، إنتاجنا السنوي يقدر بمليون و200 رأس من الخراف الذكور، يصدر سنويا. احنا مثل ما بنفتح باب الاستيراد وبالرغم من وجود نقص إلا أننا وتشجيع للتربية الداخلية أو الإنتاج المحلي نسمح بالتصدير رغم وجود النقص، فيصدر سنويا ما بين 500 إلى 550 ألف رأس، ويبقى حوالي 650 ألف رأس وهي الاستهلاك المحلي سواء كان على مدار السنة أو في فترة عيد الأضحى. فما لا يوجد أي تنافس ما بين اللحوم المستوردة واللحوم البلدية. ختاما مرة ثانية، كيف حيأثر الآن مع فتح الاستيراد على أسواق أخرى؟ هل ستؤثر على أسعار اللحوم بحسب تقديرات الوزارة بشكل عام؟ شوف، كمية الاستهلاك للمواطن الأردني وتقدر ب 13 إلى 14 كيلوغرام سنوي، هذا أرقام ثابتة. لكن يعني إذا كان في إقبال على اللحوم الجورجية راح يكون على حساب اللحوم الرومانية، والعكس إذا كان في إقبال الرومانية راح يكون على حساب الأسترالية، وهكذا. يعني الإقبال راح يكون بتوجه المواطنين بزيادة إقبال على لحوم معينة والتأثير على لحوم أخرى مستوردة ولا ينافس فيها الإنتاج المحلي. نعم، عطوفة علي أبو نقطة مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، يعطيك